تتابعون هذا البرنامج برعاية ناحية سوس ديكور. أنا معروفين شوية في الدومين هدايا، عندنا صافي ديزاني وبرودوي تاعنا باين، وكما نقولوا اللي شراو علينا شكرونا والحمد لله. كما شغل صامو كاشتا عندنا هنا خدموا ميلاميني أمدية في هيرغلوس، بصح حاجات على امبورطاسيون مونتاج هنا في الجزائر. تما هنا يلا لي زاتيلي تاعنا كاع هيتيك، نخدموا سير كومود، نخدموا بزاف صوالح كيما نقولوا اللي عنده لي ميزور كدايا. وفي هذا رمضان ان شاء الله عندنا شويه لي بروموسيون شابين ودرناهم ديجا، وكيما لي كليون اللي شراو عندنا الجامع يعرفوهم لي بروموسيون بزاف شابين تاع لي سيري تاع بزاف صوالح. وفي رمضان هذا ثاني عندنا بروموسيون شابه، ومرحبا بكم عندنا ولينا الشرف ثاني نقول لكم على خير كي زرتونا. ثاني رانا موفرين ترونسبور كيما نقولوا الولايات القراب كاع الجزائر، كيما تي بازا بومرداس تيزي وزو، هذو اللي دايرين كاع تما كاين اللي ما هضرتهمش ونروحوا اليوم تاني بويره كذا، دايرينهم غراتوي. وان شاء الله مور رمضان ان شاء الله باذن الله بالك عندي ماريو بروجي واحد اخر باش نولوا نلحقوا 58 ولايه ان شاء الله باذن الله. لا قدرنا رب وحيسوس ديك، ونتمنى لكم رمضان كريم. من حياتي كتير حلب وغزة وفلسطين، يموتوا كلهم بالملايين، يا عرب انتم فين؟ نتعرف عليك. اسمي آية من مصر، عمري 11 سنة. ما شاء الله. نقص سنة أولى متوسط. تقري مليح ولا ما تقراش مليح؟ مليح. تقراي تاريخ شويه مليح ولا شويه؟ شويه شويه. جاي سؤال يقول احنا اليوم نتكلموا عن فلسطين وعلى القضيه الفلسطينيه وارتباطنا فيها الديني. فلسطين كثير من الانبياء عاشوا وولدوا في داخل فلسطين، من هؤلاء الانبياء هو عيسى عليه السلام الذي رفعه الله اليه كما نقول، وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه لهم. وين المدينه اللي زاد فيها عيسى عليه السلام في داخل فلسطين؟ هذه المدينه بيت لحم. نعم، هي مدينة بيت لحم، ولا زالت كنيسة المهد في بيت لحم إلى يومنا هذا، وما زالت النخلة هزي إليك بجذع النخلة لا زالت، وتعتبر مكان الحج المقدس لدى المسيحيين والنصارى، والتي يحج إليها سنويا أكثر من 6 مليون، حتى وصل في بعض السنوات إلى 8 مليون حاج مسيحي إلى بيت لحم. إذا مدينة بيت لحم هي المدينة التي زاد أو انتبذت إليها مريم شرقيا، يعني كانت في الناصرة واتجهت إلى الشرق جنوبي، فبالتالي اتجهت إلى بيت لحم، وإذا هي المدينة بيت لحم. كلمة ادخليها للناس في رمضان هذا، وش تهني للفلسطين للناس للأمة؟ رمضان مبارك وشعب فلسطين في رعايتي. نعطيك هنا هذه الهدية، يعطيني الهدية تاعها من إحسيسه، أعطيك هذه الهدية مبارك لك، تحياتي لك. أخذوا من حياتي كتير حلب وغزة وفلسطين، يموتوا كلهم بالملايين، يا عرب انتم فين؟ تابعتم هذا البرنامج برعاية حيسوس ديكور. انا معروفين شويه في الدومين هدايا، عندنا صافي ديزاني وبرودوي تاعنا باين، وكما نقولوا اللي شراو علينا شكرونا والحمد لله. كما شغل صامو كاشتا عندنا هنا خدموا ميلاميني امديه في هيرغلوس، بصح حاجات على امبورطاسيون مونتاج هنا في الجزائر. تما هنا يلا لي زاتيلي تاعنا كاع هيتيك، نخدموا سير كومود، نخدموا بزاف صوالح كيما نقولوا اللي عنده لي ميزور كدايا. وفي هذا رمضان ان شاء الله عندنا شويه لي بروموسيون شابين ودرناهم ديجا، وكيما لي كليون اللي شراو عندنا الجامع يعرفوهم لي بروموسيون بزاف شابين تاع لي سيري تاع بزاف صوالح. وفي رمضان هذا ثاني عندنا بروموسيون شابه، ومرحبا بكم عندنا ولينا الشرف ثاني نقول لكم على خير كي زرتونا. ثاني رانا موفرين ترونسبور كيما نقولوا الولايات القراب كاع الجزائر، كيما تي بازا بومرداس تيزي وزو، هذو اللي دايرين كاع تما كاين اللي ما هضرتهمش ونروحوا اليوم تاني بويره كذا، دايرينهم غراتوي. وان شاء الله مور رمضان ان شاء الله باذن الله بالك عندي ماريو بروجي واحد اخر باش نولوا نلحقوا 58 ولايه ان شاء الله باذن الله. لا قدرنا رب وحيسوس ديك، ونتمنى لكم رمضان كريم.